باسم الآب والابن والروح القدس لان واحد آمين. احنا اخذنا قبل كده سيرة او قصة القديس العظيم معلمنا متى الانجيلي، وبعد كده اخذنا سيرة القديس العظيم ماري ماركوس الرسول كاروز الديار المصرية، والنهاردة هنكمل سير الآباء الإنجيليين وهنتكلم عن قصة وسيرة القديس العظيم معلمنا ماري لوقا الإنجيلي. هو برضه مشهور شوية بلقب مار لوقا لأن هو أساسا سورياني، وكلمة مار باللغة السريانية عندهم في الشام اللي هي سوريا والعراق بمعنى القديس. فالنهاردة مار لوقا الإنجيلي هو اسمه لاتيني، لوقا اسم لاتيني معناه حامل النور. هو طبعا كتب إنجيله معلمنا لوقا، وكتب كمان سفر الأعمال، يعني هو اللي كاتب سفر الأعمال. لما جه كتب يكتب إنجيله بيقول هو بيقول إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخدام للكلمة. رأيت أنا أيضا، هو بيحكي يعني معلمنا لوقا بيقول رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز سوفيلوس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. كان وقتها في ناس كتير من محبتهم في السيد المسيح قعدوا يكتبوا قصته لكن مش بالوحي الإلهي، علشان كده بيقول عليهم إيه إنهم ألفوا، إنما هو معلمنا لوقا كتب الصحيح لتعرف صحة الكلام، يعني اللي هو بالوحي الإلهي بوحي الروح القدس، لأن الآية بتقول كل الكتاب موحى به من الله كتبه آباءنا القديسون مسوقين من الروح القدس. وأتاري كان بعت الإنجيل بتاعه لواحد اسمه ساوفيلوس، العلماء مرة يقولوا ده كان من اسكندرية عايش، مرة يقولوا كان من أنطاكيا، وهو كمان اللي كتب سفر الأعمال. هو اللي كتب إيه؟ سفر الأعمال. معلمنا لوقا الطبيب كتب الإنجيل بتاعه قبل سنة 70 ميلادية. معلش تتبعوا التواريخ ديت، يعني المسيح مثلا إنجاز التعبير نقول اتولد سنة 1 ميلادية، فسنة 70 ميلادية يعني بعد 70 سنة، يعني قبل 70 سنة كتب الإيه الإنجيل بتاعه. ليه بقى العلماء قالوا كده؟ لأن هو يعني أورد في الإنجيل بتاعه في الإصحاح 21 أورد الآية اللي قالها السيد المسيح بخصوص خراب الهيكل، بس ما قالش إن فعلا الهيكل خرب، لأن الهيكل اتخرب سنة 68 لغاية سنة 70. فبما إن هو ذكر النبوة وما قالش اللي حق اللي هي إن هي حصلت، يبقى هو كتب الإنجيل قبل إيه ما يحصل خراب أورشليم سنة 68 ل70 ميلادية. معلمنا لوقا الإنجيلي كانت الكرازة بتاعته مرافقة مع القديس العظيم معلمنا بولس الرسول، يعني كان زي بيخدم معاه. وحتى معلمنا بولس الرسول ذكر في رسالته لأهل كولوسي 4 يقول كتبت يقول ومعي لوقا الطبيب الحبيب، يعني اللي كان بيرسل سلام معلمنا بولس ومعاه مين؟ معلمنا لوقا بيرسل سلام لأهل كولوسي. يبقى هو كان بيخدم مع مين؟
مع معلمنا بولس الرسول. بالإضافة كمان هو رافق القديس بولس الرسول في السفريات بتاعته، يعني رافقه لما معلمنا بولس الرسول راح لأهل مقدونيا اللي هي المناطق اللي هي يعني جنوب تركيا بس ناحية الغرب، اسمها مقدونيا أو البلاد المتاخمة أو اللي هي تعتبر شرق إيطاليا أو فوق اليونان حاجة زي كده. فهو رافق معلمنا بولس الرسول في سفريته لمقدونيا، وكان مقيم معاه في أنطاكيا خاصة في البداية، لأن الآباء قالوا إن تقريبا معلمنا لوقا اتعرف وآمن بالمسيح على يد معلمنا بولس، وفي آباء تاني قالوا لا ده هو اللي كان زميل كيلوباس اللي هو التلميذين اللي هما تلميذي عمواس، واحد اسمه كيلوباس والتاني ما تذكرش اسمه، غالبا هو لأن هو اللي ذكر الحكاية دي، هو اللي ذكر ايه الحكاية دي، فتواضعا منه ما ذكرش اسمه، ذكر اسم التاني التلميذ التاني اللي هما تلميذي عمواس. وفي آباء بيقولوا لا ده هو كمان من الـ 72 رسول اللي أرسلهم السيد المسيح اثنين اثنين ليكرز في كل مدينة وكل موضع. إنما هو في الآخر إن هو كان بيبشر وبيكرز بالمسيح مع معلمنا بولس الرسول، ومعلمنا بولس الرسول كان ليه تلاميذ يعني كتير مش قليلين كانوا بيكرزوا معاه، ده منهم كمان معلمنا القديس ماري ماركوس الإنجيلي يعني خدم مع معلمنا بولس الرسول. وحكاية إن هو رافق معلمنا بولس الرسول في سفرياته وخدمته جات في كولوسي 4 والرسالة التانية لتيموساوس إصحاح 4 وكمان في رسالة فيلبي إصحاح 1 جاي ذكر معلمنا لوقا، جاي ذكر معلمنا إيه لوقا. معلمنا لوقا كان طبيب زي ما قال معلمنا بولس، هو قال إن هو كان طبيب، يرسل لكم السلام لوقا الطبيب الحبيب اللي معايا يعني. وهو كمان كان فنان يعني رسام بيرسم الأيقونات، وهو اللي بينتسب إليه أول من رسم أيقونة السيدة العذراء مريم بتحمل ابنها الطفل يسوع اللي هي الأيقونة دي، المنظر ده أو المنظر اللي ورا خالص في الوش اللي عنده الشمع، علشان يعرف العالم بسر التجسد الإلهي كيف أن هذا الطفل ابن هذه العذراء وهي غير متزوجة، عشان يبين سر التجسد الإلهي. اللي قال الكلام ده في واحد مؤرخ غالبا اسمه سيئدور الشماس الأغنستوس يعني في القرن السادس الميلادي، قال إن الكلام ده إن هو معلمنا لوقا رسام وفنان هو اللي رسم الأيقونة دي جه في كتاب تقليدي حد كاتبه مسميه كتاب نوقديموس، كتاب إبوكريفي يعني تقليدي وممكن يكون بيحوي حكايات مش موثقة. هو الكتاب ده هو اللي بيقول إن معلمنا لوقا كان طبيب. طبعا العلماء جمعوا مصادر تانية من الحكاية دي في كتب تانية وناس قالت تانية، فطلعوا بنتيجة إن معلمنا لوقا الطبيب كان رسام وهو أول واحد رسم أيقونة السيدة العذراء مريم بتحمل ابنها الطفل يسوع. معلمنا لوقا رافق معلمنا بولس الرسول لما كان مسجون في مدينة قيصرية. قيصرية ديت مدينة شمال أنطاكيا في سوريا على شاطئ البحر بس في الشمال في سوريا، اسمها قيصرية كانت زمان. معلمنا بولس الرسول اتسجن فيها نتيجة تعليمه بالإيمان المسيحي، كان معلمنا لوقا موجود معاه، خدتوا بالكم؟
وكمان ودي جات في تيموساوس الثانية 4، رسالة تيموساوس الثانية 4. وكمان رافق معلمنا بولس الرسول لما كان مسجون في روما، لأن آخر سجن لمعلمنا بولس الرسول كان في روما، بعديها اتقدم للمحاكمة قطعت رأسه بحد السيف. على فكرة أنا رحت الكنيسة اللي استشهد فيها معلمنا بولس الرسول دي في روما، ودخلت الحبس بتاعه، السجن الصغير اللي زي مغارة كده تحت كان محبوس فيها، وفيها طاقة صغيرة كده بتنور عليه. وكمان لما اتحكم عليه بقطع رقبته بالسيف كانت جوه بقى جنب المغارة أو السجن بتاعه، ولما قطعت راسه بالسيف راسه ديت اتدجلجت أو اتنطت 3 مرات. بالإيطالي اسمها تري فونا، تري يعني 3، فونا نبع مية، لأن كل حطة للرأس اتحطت عليها طلع نبع مية، وشفته فعلا 3 ينابيع مية نتيجة إن الرأس إيه اتحرجت، نطت كده 3 مرات فعملت تري فونا أو 3 ينابيع مية. تعرفين طبعا ان جسد معلمنا بولس الرسول مدفون برضه في ايطاليا في كاتدرائية اللي غالبا هي الفاتيكان، مع جسد معلمنا بطرس الرسول. اللي هي الفاتيكان بقى كبيرة اللي قاعد فيها بابا روما هناك. طيب في القديسين اتكلموا عن معلمنا بولس الرسول في سنة مثلا 270 ميلادية، في علامة أو أب كبير اسمه تورتليان، ده اتكلم عن معلمنا بولس الرسول، وبيقول إن معلمنا لوقا أخذ الإيمان المسيح على يد معلمنا بولس. هو الفكرة جت منين يا أحبائي؟ لما معلمنا بولس ظهر له المسيح في الطريق اللي هو شاول الطرسوسي، والمسيح قال له تروح سوريا في شارع زقاق اسمه الجديد، تقعد هيجي لك واحد اسمه حنانيا هيعرفك تعمل ايه، فعمده حنانيا وشفاه له عينه اللي كان ايه ضاع منها النور. فبعد ما شوف كده ابتدى معلمنا بولس يكرز بالمسيح في أنطاكيا. أنطاكيا دي اللي هي مدينة سوريا، العاصمة بتاع سوريا زمان. فهنا تورتليان بيقول ان هنا معلمنا لوقا اتلمس على معلمنا بولس وايه وامن على ايده وخدم معاه، رغم ان في كتاب تانيين يعني علماء قالوا لا ده كان من ال72 رسول، وناس تقول لا ده هو كان من تلميذي عمواس الاتنين اللي كانوا ماشيين. كمان في قديس اسمه أبيفانيوس، ده كان مشهور قوي، كان أسقف لجزيرة قبرص. بتسمعوا عن جزيرة قبرص في الناحية الشرقية من جزر البحر المتوسط؟ فأبيفانيوس ده كان 300 وشوية ميلادية كان أسقف على الجزيرة دي، كان راجل قديس عظيم وليه إيه ليه كتابات كبيرة قوي للمسيحية والدفاع عن المسيحية، وكان عايش أيام البابا ساوفيلوس البطريرك عندنا، يعني حوالي مثلا آخر القرن الرابع يعني 380 حاجة زي كده. فبيقول إيه أبيفانيوس؟ بيقول إن لوقا الطبيب من السبعين رسول، وهو أحد تلميذي عمواس. رأي إيه برضه مختلف عن رأي، لكن الحقيقة قوي يعني برضو هو يعتبر من الكارزين بالمسيحية ومن الإنجيليين وكل حاجة، بس طبعا علماء الكنيسة بيحاولوا يجيبوا الإيه المفيد، لكن كلام تورتليان بدري يعني كان بعد مثلا 150 سنة من ميلاد من صعود المسيح، قريب برضو. فبيقول إنه عرف الإيمان على يد معلمنا بولس. في مؤرخ كبير اسمه يوسابيوس، ده كان من مدينة قيصرية برضو اللي هي في سوريا القيصري،
كتب تاريخ سنة 200 وشوية، 270 ميلادية، وقال إيه؟ قال على إن معلمنا بولس الرسول، معلمنا بولس الرسول قعد سنة كاملة في أنطاكيا، قعد سنة كاملة في أنطاكيا اللي هي سوريا، في سوريا يعني، قعد سنة كاملة، وبالتالي بشر بالمسيحية وجذب ناس كتير ومؤمنين كتير. فبيقول كمان إني غالبا معلمنا لوقا كان أنطاكي بصفة إن هو أنطاكي، فعرف المسيحية في أنطاكيا على يد معلمنا بولس، وبالتالي كمان كان معلمنا بولس عنده انتماء لأنطاكيا. لذلك قال في سفر الأعمال إن أول مسيحيين دعيوا مسيحيين كانوا في أنطاكيا. وده هنا هنا يوسبيوس القيصري المؤرخ بيقول كان هو أنطاكي، والدليل على كده إن هو انتمى إلى القول بأن أول مسيحيين كانوا في أنطاكيا. ده توقع يعني من الراجل اللي هو المؤرخ ده، يوسبيوس القيصري. طبعا احنا بنقول ان القصة برضو بتاعته المتواترة، يعني اللي استلمناها من لسان للسان تاني. بتقول ان معلمنا لو استشهد وعمره 84 سنة، وان هو استشهد ايام نيرون، الامبراطور نيرون اللي حرق روما كلها، او حصل حريق روما العظيم ايامين سنة كام؟ 82 ميلادية. فكان نيرون أمر بأن المسيحيين هم السبب في حريق روما، يبقى يتعلقهم على الشجر ويتصلبوا ويتحرقوا، ينوروا الطرق بالحريق بتاعهم. فالقصة بتقول أن معلمنا لوقا اتصلب على شجرة من الزيتون في الوقت ده، واستشهد بالطريقة ديت. أنا بقول ربما إن حصل حريق لجسده، بس جسده كان موجود بعد كده، ممكن ما يكونش اتحرق، لكن اتصلب على شجرة، جذع شجرة كبير من شجر الزيتون. في بلاد اليونان اسمها إيلوي. بعد كده الإمبراطور قسطنطين البار، اللي هو بقى بعد كده جه ابنه قسطنطيوس، قسطنطيوس الثاني، يعني ابنه على نفس الاسم، قسطنطيوس الثاني، نقل عظام ورفات معلمنا لوقا الطبيب من البلد اللي كان فيها ديت جوه اليونان إلى مدينة القسطنطينية في آسيا الصغرى، اللي هي تركيا دلوقتي، اللي كانت تعتبر عاصمة للإمبراطورية الرومانية بس الشرقية، إنما الغربية تبقى روما. فقسطنطين حب يعمل القسطنطينية هي العاصمة الرومانية، ولكن ما نجحش في الموضوع ده. على مر العصور بقت روما برضو هي المركز. بعد كده لما قسطنطيوس الثاني ابن قسطنطين الكبير نقل الرفات بتاع معلمنا لوقا، نقل معاه كمان الرفات بتاع القديس معلمنا أندراوس تلميذ السيد المسيح لمدينة القسطنطينية، لمدينة العاصمة الكبيرة بقى. بس كان أندراوس في مدينة اسمها بترا في أخائية من بلاد اليونان برضو. اتنقلوا هما الاثنين في يوم واحد إلى القسطنطينية. في من حوالي 1000 سنة، سنة 1177، اللي بيحب التواريخ يعني عنده ترتيب للزمن، يعني من 1000 سنة، 1177، تم نقل رفات معلمنا لوقا ومعلمنا انطراوس إلى روما. نتيجة إيه؟ الاضطرابات السياسية والحروب اللي كانت واقعة على آسيا الصغرى والمسيحية بصفة عامة، سواء من الفرس اللي هي إيران، أو سواء من العرب في الجنوب،
وبالتالي العرب نجحوا في ان هم يستولوا على اسيا الصغرى اللي هي تركيا في القرن الخمستاشر، وحولوا اكبر كاتدرائية جواها اللي هي كاتدرائية اجية صوفية، حولوها الجامع، حتى اردوغان حولها وصلى فيها. فتقريبا الاضطرابات دي جعلت المسيحيين ينقلوا الحاجات الثمينة الغالية زي أجساد القديسين والحاجات الغالية الثمينة للأماكن الآمنة اللي فيها أمان، اللي هي كانت روما في ذات الوقت. فمعلمنا لو الطبيب اتنقل رفاته إلى روما سنة 1177 ميلادية، بعد ما اتنقلت للقسطنطينية سنة 357 في عهد قسطنطيوس ابن الإمبراطور قسطنطين اللي اكتشف كنيسة القيامة وأعاد بنائها، ومامته القديسة هيلانا اكتشفت الصليب تحت الأنقاض في أورشليم، وإحنا بنعيد لليوم ده عيد مخصوص، عيد الصليب اللي هو تذكار اكتشاف الصليب على يد الملكة هيلانا. إحنا هنيجي نقول إن معلمنا لوقا بوحي من الروح القدس كتب الإنجيل بتاعه وأعمال الرسل. نلاقي إن بدري قوي، يعني بعد آبائنا الرسل القديسين المشهورين، ما كانوش بياخدوا آيات غير من الأربع أناجيل دولت، متى مرقس لوقا يوحنا. فنلاقي حتى هنا الشهيد يوستينوس سنة 165 ميلادية، والشهيد إيرينيوس سنة 170 ميلادية، وكمان أوريجينوس برضو سنة 170 ميلادية. كانوا دايما بياخدوا آيات من ضمن ما بياخدوا من إنجيل معلمنا إيه لوقا. يعني ده معناه إيه يا أحبائي؟ إن ما فيش أناجيل تانية خالص غير الأربع إيه أناجيل دول، ودولت اللي يعني قررها كمان مجمع نيقيا سنة 323 ميلادية. مش معنى ان هو قررها لان ما كانوش موجودين، لا هما موجودين من زمان، خدتوا بالكم، لكن لان كان في ناس بتحاول تكتب كتب وتحط عليها اسم انجيل، وهي حاجات يعني ايه مش مظبوطة وتقليدية بيقولوا عليها ايبوكروفية. فطبعا الكنيسة قالت لا، احنا نقرر في بقانون صريح في مجمع نيقيا كل اباء البطاركة المسكونة موجودين يقرروا ان الاناجيل الاربعة دولت هم دول وخلاص، مفيش حد ايه يألف. عشان كده معلمنا لوقا لما بعت لساوفيل وصديقه قال له ان في كتير بيألفوا كتب، ولكن انا ابعت لك بقى الكتاب السليم اللي كان يعني انا استعنت بناس كانوا شايفين بعينيهم وكانوا بيخدموا بإيديهم الكلمة المتجسد السيد المسيح، وأنا نقلت عنهم. طبعا بوحي الروح القدس يظهر إزاي الوحي الروح القدس، إن الحكايات بتاعة إنجيل معلمنا لوقا اتذكرت تاني في إنجيل معلمنا مرقس متى يوحنا، ما عدا ما تميز من بعض المعجزات أو الأمثال أو الأحداث، لكن السياق واحد، يعني مفيش إنجيل مختلف عن إنجيل تاني خالص، نفس الرسالة نفس لاهوت المسيح الظاهر. ده معناه إن الأربعة كتبوا بإيحاء واحد هو من الروح القدس. إنجيل معلمنا لوقا لما كتب إنجيله نظرا لأنه كان طبيب فكان عارف الأمراض يعني، وعارف مشقة الإنسان المريض، علشان كده هو الوحيد اللي ذكر معجزة المرأة نازفة الدم، لأنه عارف المرض ده صعب قد إيه، وذكر عنها إن هي أنفقت كل معيشتها على الأطباء ولم تقدر أن تشفى من أحد. هو بيذكر كلمة الأطباء ويعني صرفت كتير، لأن هو طبيب، هو عارف المرض ده متعب قد ايه وبياخد مصروفات قد ايه. علشان كده هو الوحيد اللي ذكر ايه معجزة شفاء نازفة الدم. فده بيظهر انسانيته، يعني ايه بيحس بالايه بالمرضى والامراض في وقت. يعني كمان الانجيل بتاعه اللغة بتاعته
كانت رايحة للجماعة اليونان، يعني اليونان يعرفوا بعض التعبيرات من إنجيله، طريقة الكلام يفهمها اليونان، فلذلك الآباء قالوا إن كان موجه لليونانيين، لأنه كمان كان راجل يعتبر يوناني، أنطاكي يعني يوناني، وكان بيتحدث باللغة اليونانية وكتب إنجيله باللغة اليونانية. فهو وجه برضو رسالة المسيح المخلص للجماعة الإيه؟ اليونان. واللي ادانا المعلومة ديت من دراسة العلامة أوريجينوس اللي كان بيدرس الكتاب المقدس ويقدم تفسيرات رمزية للآيات وكده، وكان فكره وقاد في تفسير الآيات تفسير رمزي، فكان هو لغاية دلوقتي واخد إعجاب كثيرين من كتاباته، رغم إن أوريجانوس يعني غلط في بعض الأخطاء واتحكم عليه من قبل البابا ديمتريوس والباباوات الآخرين لأخطاء عنده يعني. طيب كمان معلمنا لوقا وضح يعني المسيح اللي بيحب الخطاة، اللي هو ودود لكل الناس، محب للناس، حتى الخاطي بيحبه، لدرجة إن معلمنا لوقا هو اللي ذكر حكاية إيه، هو الوحيد يعني اللي ذكر حكاية إيه، عارفين الشجرة اللي كانت بيملكها واحد، وبعدين الواحد ده صاحب الشجرة بيقول للراجل الكرام، بيقول له الشجرة دي نقطعها بقى لأن إحنا تعبنا فيها كتير وما جابتش بثمر، فالكرام قال له إيه؟ اتركها هذه السنة أيضا حتى أضع حولها زبلا وإيه وأهتم بيها. الحكاية ديت بمعنى الكرام اللي هو المسيح الابن الكلمة تنازل وتجسد وقبل الآلام وضحى علشان ينقذ البشرية اللي كانت على وشك الهلاك تماما، ولكن بمجيء المسيح اللي قال عن نفسه ان ابيه هو الايه الكرام اللي هو صاحب الشجره يعني، وهو الكرمه الحقيقيه وانتم الاغصان. كمان معلمنا لوقا الطبيب ذكر حوالي 4 امثال عن قبول الخطاه، يعني ذكر مثل الدرهم المفقود، وذكر مثل الخروف الضال، وذكر مثل الابن الضال، وكمان ذكر ايه مثل الايه الشجرة التي كادت ان تقطع ولكن نتركها هذه السنة ايضا. كمان من حب للخطاة هو الوحيد برضو اللي ذكر توبة معلمنا زكى العشار، لما المسيح قال حدث اليوم خلاص لأهل هذا البيت لأنه ايضا ابنا لإبراهيم. يعني بيقول إن المسيح بيقول لنا الحكاية دي عشان هو كده برضه بيقبل الخطاة، ما بيرفضش حد مادام الإنسان عاوز يرجع له ويجدد من حياته. وهو كمان معلمنا لوقا الطبيب اللي ذكر توبة اللص اليمين، والمسيح قال له اليوم تكون معي في الفردوس. كمان لما استدعى بعض النبوات من أشعياء النبي وأيضا من يعني حكايات في العهد القديم، ذكر الحكاية اللي هي بتدل على قبول الأمميين، يعني ذكر حكاية شفاء نعمان السرياني بواسطة إليشع، إن المسيح اتكلم عن كده، المسيح اتكلم وجاب سيرة نعمان السرياني اللي هو شفي بواسطة إليشع، وديت جات في لوقا إصحاح 4:27. وذكر كمان إيليا النبي لما المسيح قال إن إيليا النبي لم يرسل إلا إلى امرأة صرفة صيدا، خدتوا بالكم؟ وامرأة صرفة صيدا ديت كانت أممية مش يهودية، هي اللي أكلت مين؟ إيليا النبي، يعني ده عملت له الايه الفطيره، خدتوا بالكم؟ وكانت من صرفة صيدا، صيدا دي جنوب لبنان يعني مش من اليهوديه، ف
فهنا معلمنا لوقا بيقول شايفين المسيح بيحب الأمميين، بيحب الخطاة، ونظرا لأن هو لوقا الطبيب أممي أساسا أنطاكي، فطبعا إيه استفاض في كلام السيد المسيح وحكاياته عن البعيدين والأمميين والوثنيين والغرباء والخطاة إزاي كان بيقبلهم. دي من سمات الإنجيل اللي كتبه معلمنا إيه لوقا. معلمنا لوقا هو برضو الوحيد اللي ذكر عدة صلوات وتسابيح جميلة في إنجيله، فذكر التسبحة اللي قالتها العذراء: تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع أمته فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. التسبحة دي هو اللي قالها، إنما ما جاتش في الأناجيل التانية. كمان ذكر تسبحة مريم النبية، متأسف، حنة النبية اللي قالتها بعد ميلاد يوحنا المعمدان، وذكر تسبحة زكريا الكاهن لما اتولد ابنه برضه، خدتوا بالكم ازاي؟ وذكر كمان الكلام اللي قاله او التسبحة اللي قالها سمعان الشيخ: الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيناي قد أبصرت خلاص. دي زي ترنيمة، دول اتقالوا زي ترانيم كده اسمها تسبحة. فهو الوحيد برضو اللي ذكر التسبحة دي، لربما برضو انه راجل فنان يعني ايه رقيق المشاعر يعني. الإنجيل اللي كتبه معلمنا لوقا الطبيب وضح فيه حب المسيح للفقراء، فهو اللي ذكر حكاية التطويبات ديت على الجبل، 8 تطويبات، طوبى للرحماء، طوبى لأنقياء القلب وهكذا، وهو اللي ذكر حكاية الخراف الذين عن يمين المسيح وعن والجداء الذين عن يساره، وبيقول اللي عن يمينه: تعالوا إلي مبارك أبي، كنت جوعان عطشان عريان مريض محبوس غريب أويتموني. فهنا معلمنا لوقا ذكر الأمور الخاصة بالعطف على الضعفاء واللي قالها السيد المسيح له كل المجد. كمان ذكر العقوبات اللي ممكن تنزل على الشخص اللي ما بيساعدش الناس الغلابة، بصراحة بمعنى الكلام اللي جت في إنجيله في الإصحاح 16:25: لأني كنت جوعان لم تطعمون، عطشان لم تسقون، عريان لم تكسوني. فالمسيح قال لهم إيه بعد كده؟ اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية، أني لا أعرفكم، وهكذا. فهو ذكر العقوبة دي عشان بيقول شوفوا المسيح بيعمل إيه عشان إحنا كمان نمشي في طريقه وبحسب ما بيعلمنا. ذكر كمان هو الوحيد اللي ذكر المعجزات، معجزات معينة يعني، زي إيه؟ معجزة صيد السمك الكتير مع معلمنا بطرس ويعقوب ويوحنا، هو اللي ذكرها. ذكر معجزة إقامة الشاب ابن الأرملة بنيين، هو اللي ذكرها. ذكر الحكاية اللي الست المنحنية اللي المسيح حط إيه إيده عليها فاستقامت، لأن برضه هو طبيب يعني عارف الانحناء ده جاي من إيه وإيه السبب وكده، لكن المسيح إيه شفاها. وذكر كمان حكاية الأمثلة بقى زي مثل الفريسي والعشار، الفريسي والعشار هو ذكرها في إنجيل. ذكر حكاية الغني والعازر، الغني إيه والعازر، وذكر كمان حكاية وكيل الظلم، وذكر كمان الدائن اللي كان داء مديون داين لاتنين يعني. الحكاية بتاعت كل دي طبعا ليها يعني خلفية أو بعد روحي ودراسي وبعد عقيدي خاص بخلاص المسيح ورفض اليهود ليه، وبعد في التوبة، وبعد في لاهوت المسيح بيقيم الشاب يعني. هو ذكر من الحاجات وقبول الخطاة في الـ4 أمثلة اللي احنا قلناهم. كمان انفرد بيوحنا المعمدان وحكايته بالتفصيل،
وانفرد بأن يوحنا المعمدان صرح لليهود صراحة. لما جم شيوخ اليهود من أورشليم، ناس كبار، قالوا له: هل أنت المسيح؟ فقال لهم: لا، أنا لست المسيح، لكن الذي سيأتي بعدي هو أقوى مني، الذي صار قدامي، الذي سيعمدكم بالماء والروح القدس، أما أنا فبأعمد بالماء للتوبة. يعني وضح أن يوحنا المعمدان العظيم كان جدا في وقته، لما ظهر على ضفاف نهر الأردن، وكان كل الناس بتروح ليوحنا المعمدان على فكرة تتعمد وتسمع التعاليم بتاعته، لكن هو بنفسه قال لهم: لا، اوعوا تفكروا أنا المسيح المسيا. وقالها صراحة لما شاف المسيح ماشي، قال لهم: هوذا أهو، أهو هوذا حمل الله. حتى إن تلميذين من عند يوحنا اللي هما أندراوس ويوحنا الحبيب راحوا ورا المسيح عشان يتعرفوا عليه. فلما لقاهم ماشيين وراه، قال لهم: ماذا تطلبان؟ قالوا له: أين تمكث؟ فقال لهم: تعالى وانظرا. فقعدوا معاه للساعة 10 من النهار، وهي الساعة 4 بالتوقيت دلوقتي، يعني 4 بعد الظهر. زي ما قلنا إن القديس معلمنا لوقا أنهى حياته بالاستشهاد أو بالشهادة للمسيح بسفك الدم، رغم أنه ما زال حتى الآن يشهد برسالة الخلاص وبرسالة السيد المسيح من خلال ما تركه لنا من إنجيله. ويمكن النهاردة إحنا قرينا الفصل من إنجيل معلمنا لوقا، وهو شفاء الإنسان الذي كان مجنون وأعمى وأخرس يعني، وانتهت حياته بقبول الاستشهاد معلقا ومصلوبا على شجرة من الزيتون، ولكن ما زال صوته وكلامه وحياته مثل قدام عينينا احنا بنتأمل فيها. وزي ما الآية بتقول: اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الإيمان، حيث أن حولنا شهود كثيرون وسحابة شهود محيطة بنا، انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. ربنا يبارك حياتكم، لربنا كل مجد دائما أبديا، آمين.